كن معنا في كلمة السر. الحقيقة خلونا نبدأ النهاردة كلامنا بأهم كلمة السر في حياتنا، مصر بلدنا اللي بنعيش فيها. النهاردة كان لنا معاد مهم الحقيقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بيدشن القطعة البحرية الجديدة في قناة السويس، وبيتابع كمان افتتاح القرية الأولمبية هناك. الحقيقة الرئيس قال كالعادة كلام مهم، كلام من القلب، كلام شفاف واضح. الرئيس حريص في كل مناسبة انه يقول للناس كل الحقائق، يصارح الناس بكل الحقائق. ما فيش عندنا حاجة بنخبيها، وزي ما سيادة الرئيس قال ما عندنا السبب ان احنا نخبي حاجة. الحقيقة الكلام ده اهميته كمان ان هو جاي في التوقيت ده، التوقيت ده احنا شايفين من ايام واسابيع الحقيقة في حملة ممنهجة للتشكيك في ما يجري في مصر. احنا تعودنا طبعا انه جماعة الاخوان بيكرهونا، نفسهم البلد تولع بينا، نفسهم يفتحوا عينهم ويغمضوهم لا يلاقوا في مصر ولا يلاقوا في مصريين. لكن الحقيقه مش جماعه الاخوان بس، لا، في حملات مدفوعه بنشوف ده في الصحف وفي وسائل الاعلام الغربيه. في ناس للاسف الشديد عايشين وسطينا وبيقولوا انهم مصريين زينا، لكن بيشاركوا في نفس حملات التشكيك. الرئيس اتكلم بوضوح ورد بشكل واضح جدا. قناة السويس كان مهم ان يبقى منها الرد ده، لان قناة السويس فاكرين طبعا، فاكرين في 2014 لما بدأنا حفر القناة اللي تمت في سنة واحدة، في معجزة الحقيقة حققها الشعب المصري وبتمويل مصري كامل، 60 مليار دفعهم المصريين. فاكرين التشكيك في القناة دي، وليه قناة جديدة وهتعمل ايه، وليه كل الفلوس دي، ومش هي الاولويات، والاولويات ما ندفع للي يحسن حياة الناس. احنا شفنا بس زي ما الرئيس قال السنة اللي فاتت ايرادات القناة وصلت لأعلى ايرادات في تاريخها، 7 مليار دولار. قبل القناة الجديدة كان أقصى حاجة القناة ممكن توصل لها 5 مليار دولار. لما بتكلم في سنة واحدة 2 مليار دولار، يعني بتكلم في حوالي 40 مليار جنيه. يعني في الخمس سنين اللي فاتوا مش بس جبنا التكاليف، لا كمان احنا بنكسب. القناة الجديدة بقت بتكسب، وده اللي بيخلي الدولة بتكمل في مشروعاتها. السنة الجاية ان شاء الله نحتفل بأن القناة بقت مزدوجة بالكامل. إذا كانت القناة حققت 2 مليار دولار زيادة في سنة واحدة رغم أن في ركود عالمي وفي أزمة عالمية، فإن شاء الله لما الاقتصاد في العالم وحركة النقل في العالم ترجع لطبيعتها بالكامل، أعتقد ممكن نتوقع قناة السويس تحقق لنا مكاسب قد إيه. عشان كده قناة السويس والكلام منها في الجزئية دي تحديدا كان مناسبة للشك، للرد على الأقاويل والشكوك، كان مناسبة للرد على الأكاذيب، على الحملات الممنهجة اللي هدفها الأساسي والوحيد إنها تضعف ثقتنا في نفسنا، إنها تشككنا في كل حاجة حوالينا، علشان هم في النهاية عايزين يوصلوا إنهم يهدوا بلدنا، وعشان يهدوا بلدنا لازم يخلونا إحنا اللي نهدها. هم فشلوا في كل محاولاتهم إنهم يهدوها، ولو ان الطريقة الوحيدة انهم يشككونا في نفسنا ويضعفوا روحنا المعنوية لغاية لما احنا اللي نهد بلدنا. يعني فاكرين من 2011 ل 2013 فاكرين مصر خسرت قد ايه، وفاكرين رجعنا لورا قد ايه؟ كتير قوي الحقيقة، كتير. لكن مصر دلوقتي ماشية ومكملة، وكل حملات التشكيك مش هتوقف، زي ما الرئيس قال مش هتوقفنا عن ان احنا نكمل كل خطط التنمية. كل خطط التنمية، والرئيس الحقيقة لأن مصر ما بتنساش اللي بيقف جنبها، كان حريص كمان في المناسبة دي أنه يذكر الأشقاء في دول الخليج اللي ساعدونا بعد ثورتنا العظيمة في 2013، ولسه بيساعدونا ومساعديننا في أن احنا نكمل مشروعات التنمية. نفتح عيننا شوية ونحافظ على بلدنا شوية، ونمسك عليها كده زي اللي ماسك على جمر النار، وزي ما الرئيس قال نخلينا في ظهر بلدنا، لأن بلدنا هي اللي باقيه لنا. بلدنا هي اللي باقيه لنا، واللي حصل في بلدنا من إنجازات كتير كتير لدرجة إنها هتموتهم من التعاسة. ورغم كل اللي حصل بالإنجازات، زي ما الرئيس بيقول كمان دي بداية، ولسه اللي جاي أكتر إن شاء الله. جزء كبير كمان كان من كلام الرئيس النهاردة كان عن الاقتصاد، حل مشاكل التصدير، المؤتمر الاقتصادي المهم اللي هيتعمل نهاية السنة، الحوافز للمصدرين، الحوافز لرجال الصناعة،
نحل مشاكل الناس علشان نسهل لهم الشغل في الصناعة، لأن الصناعة هي قاطرة حقيقية بتوفر فرص العمل للناس وبتقود حركة التنمية الحقيقية في المجتمع. الرئيس اتكلم كلام مهم عن دعم القطاع الخاص، عن دعم الصناعة، عن دعم التصدير.